اهلا بيكم في واحد من الناس. بيسابنيون اشرف لنا. ازيكم يا اولاد؟ الحمد لله. بيسابنيون انا سعيد جدا ان كنتوا معايا النهارده. الله يخليك، ربنا يسعدك يا رب. الله يسعدك، الله يرضى عليك. احكي لي يا حاجه كريمه، انت منين بقى وحكايتك؟ تبع مركز بدر. اتجوزت، ربنا كرمني باللي اتجوزته ده. بعد ما ربنا اراد بالحمل في الطفلين اكتشفت حاجات تانية. هم الاثنين توأم. توأم في سن بعض. في سن عندهم كم سنة؟ 13 حضرتك. 13 سنة. تمام؟ اه. اكتشفت حاجات تانية. يعني سوري في اللفظ او عفوا او مش قادر اقول لك حاجة، معلش انا اسفة جدا لللفظ، انا مش عايزة اذكر، لان هو ان لما اخذ سوري انت فوق هتنزل في عبهم، وانت فوق تحت هتنزل في حجرهم. هو ابوهم، انت طلع نزل شمال يمين، هو ابوهم. طليق بيشتغل ايه كان؟ كان شغال على قهوة في القهاوي. وبعدين اللي حصل؟ اللي حصل لقيت ايه؟ لا يعرف فرد ولا يعرف رب. طيب ازاي في طفلين ربنا اداني ايدهم يفسدهم ولا اصلحهم؟ هم اتولدوا فاقدين البصر ولا حصل ايه؟ لا ايوه واخدين، اتولدوا فاقدين البصر. الحمد لله. راضيين على ربنا الدولة، والحمد لله ده نعمة، والله ده رضا من عند ربنا. طب سبتوا بعض ليه؟ الاسلوب، الاخلاق مش تمام، السكه مش تمام، يعني شبه اعوان ابليس لا مؤاخذه. طيب بعد ما سبتوا بعض بقى الحياه مشيت ازاي؟ مش قادر اقول لك، شفت الزنباح فين بينباع بمعنى اصح. هل انت فعلا دفعت لجوزك 1000 جنيه عشان تطلقي؟ ايوه صدقني، ايوه ده نايم ليل ونهار، اشوف دولت ولا اروح اصرف عليه واسيب دول، وانا عارفه دول هيروح فين ساعتها. دول كنت بحطهم في طبق، انت فاهم طبق بتاع الارياف زمان اللي بتاع البيوت الاهالي، اللي هو طبق زي تشت كده بلاستيك كبير واسع كده، كنت بفرش واحط لهم فيه حاجات تمام تحت منهم، واخدهم معاه واشيلهم على راسي، واعبي لهم اللبن بتاعهم تمام واخدهم، وانا بشتغل كده ابعد بعيد انقلهم ورا مني، ابعد بعيد ارجع اخد ارجع اشيلهم بالطبق كده واجي انقلهم ورا مني، لحد ما اخلص الساعه 1 الساعه 2 تمام اشيلهم واروح.